طيب نكمل مع حضراتكم بقى. يوم الجمعة اللي جاي هينطلق طبعا ده غير الماتش يعني هينطلق تحدي جديد للدرجات الهوائية وهو سباق تحدي الجلالة هو اسمه كده. ويتضمن هذا التحدي انطلاق أكثر من 350 متسابق بالدرجات الهوائية. ده هيكون من القاهرة لمدينة الجلالة العالمية هيكون عبر طريق القطامية العين السخنة وطريق الجلالة بإجمالي مسافة بقى 137 كيلومتر ده على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر. ده هيكون تزامنا مع سلسلة الافتتاحات كمان الحكومية لمنتجعات وفنادق المدينة وفي إطار كمان تنشيط وترويج المدينة وإقامة فعاليات رياضية عالمية. هيعتبر هذا التحدي أكبر تحدي للدرجات الهوائية للهواة في مصر حيث بيصل هنا عدد المشاركين لأكثر من 350 دراج. كمان حدث مهم على الأجندة الرياضية طبعا يعتبر وهيشارك في هذا التحدي العديد من الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأجنبية كمان وبحضور إعلامي هنا دولي وده المهم بقى ومحلي لتغطية الحدث. يعني زي ما أنا وكريم برضو ياما بنتكلم هنا عن أهمية دمج السياحة بالرياضة أو السياحة الرياضية زي ما بيقولوا فدي أعتقد حاجة كويسة جدا إنها بتغطى كمان دوليا مش حدث كبير وبيبقى الصحف المحلية هي بس اللي بتغطيه. بالعكس انت عايز تعمل اكسبوجر او عايز طبعاً توصل للعالم الخارجي فدي حاجه كويسه. لا ومناظر بقى طبيعيه جميله وطريق الجلاله والعين السخنه يعني ان شاء الله يكون حدث لطيف يفيد السياحه المصريه والرياضه المصريه اكيد بطبيعه الحال.